السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جايين نعمل مع بعض احلى واجمل واسهل ايس كوفي باقل سعر. انا كنت محضرة معايا في ازازة معلقتين نسكافيه بلاك، عليهم معلقتين سكر وربع كوباية مية، ونرجهم كويس جدا نعمل بيهم احلى وش او احلى فوم. وبعد كده محضرة معايا في الكوباية معلقتين نسكافيه بلاك، عليهم سكر زي ما احنا عايزين ومية، ونبدأ بقى نحط على في الكوبايه اللي احنا بنعمل فيها بعد التلج. ايوه تمام كده، يبقى احنا حطينا الفوم والتلج، وبعدين حطينا النسكافيه اللي احنا مجهزينه، ونحط بقى لو عايزين نحط صوص كده او اي حاجه كراميل بيديله طعم تحفه كده، وبعدين اللبن. شايفين بقى تدرج الالوان تحفه، طعمه جميل قوي. بعدين نكمل الفوم بتاعنا ونحط الصوصات بتاعتنا، وكده يبقى احنا عملنا اسهل واحلى واسرع ايس كوفي، تحفة تحفة تحفة. مش لازم عشان نفرح نفسنا او نعمل الحاجة اللي بنحبها نكلف قوي، لا، حاجات بسيطة ونعمل المشروب اللي احنا بنحبه ونظبط دماغنا. كان معاكم نادية مصطفى، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لايك وشير واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.